دكتور محمد وعدك ووفى، تعالى كده الميزان بتاعه والفراخ اللي قدام منك ده عمره 31 يوم، الميزان بتاعي زي ما انت شايف، صفره نجيب فراخ عشوائي عمره 31 يوم، فرخه قدام منك عشان الناس مش تقول بتنقي فراخ يا دكتور، اتفرج بقى كده يا حبيب قلبي 2 كيلو 300، نجيب فرخه ثانيه يا جماعه؟ انا عاوز كنت تختار، يعني نجيب اللي على السقايه اهي، فرخه كمان، اتفرج يا حبيب قلبي، اتفرج كده بص 2 كيلو اهو 2 كيلو وربع، نجيب فرخه ثالثه نجيب فرخه من هنا بقى، يعني الجنب ده برضو ايه عشان الجنب ده ما يزعلش، دي اصغر فرخه اللي بالك عندي، اصغر فرخه اتفرج 2 كيلو برضو وربع، تعالى كده يبقى انا بص كده على شكل الفراخ كلها بسم الله ما شاء الله دبابات نمو ريش قليل شغل محترم وممتاز جدا، انا مش جايب لك اتقل فرخه عندي بحط لك على الميزان لا وزنت لك فرخه واثنين وثلاثه واربعه والفراخ كلها زي ما انت شايف بعينك المجرده قد بعض، طبعا انا عامل لك خط فاصل لان المجموعه دي شغالين عليها برنامج اورجانيك وشغالين عليها برنامج اعشاب عشان اعرفك في النهايه ان الفرخه تاكل 3 كيلو تديك 2 كيلو وربع لو انت شغال زي ما الدكتور بيقول، ايه يا دكتور اللي انت بتقوله؟ هقول لك بقى انا بقول لك تعمل ايه من عمر يوم لحد البيع، فيديو النهارده الخلاصه والسر بتاع تربيه الدواجن هو السر اللي خليك توصل لاوزان عاليه في البدايه بس كده اتمنى من كل قلبي انك تصلي على حبيبي وتعمل لايك جميل للفيديو ده وتنزل في الكومنتات تدعي له دعوه من قلبك والصلاه على سيدنا النبي واعرفك بنفسي انا محمد رضا طبيب بيطري غرض الارتقاء بتربيه الدواجن واعلمك تربيه الدواجن الصح ايه من البدايه للنهايه تربيه الدواجن اسهل ما يكون معانا باذن الله اول حاجه انا عمر يوم لازم اهتم جدا بثلاث حاجات او اربع حاجات طبعا الجوانت تتقطع يا جماعه انا بوزن الفراخ الجوانت تتقطع ينفع كده بص يا حبيب قلبي انا طبعا بوزن الفراخ بتاعتي من عمر 31 يوم الاوزان زي ما انتم شايفين كده ايه الحاجات اللي خلي بالي منها اربع حاجات معلش بقى عشان الجوانت اربع حاجات نخلي بالنا منها يا حبيب قلبي رقم واحد درجه الحراره فراخي وهي كتاكيت بص كده على الشاشه ما اشوفش المنظر ده يا جماعه ان الكتاكيت تلم على بعض وتحطم بعض ده اكبر غلط ممكن تعمله في تربيه دواجن اكبر غلط ممكن تعمله في حق نفسك لان ده هياثر على ربحيتك في الاخر عامل مشروع عاوز تكسب عامل مشروع عاوز وزن البيت فرخه كويسه طبيعيه من غير علاجات هنفضل بقى ندي في ادويه وعلاجات مش عاوزين كده خالص يبقى نظبط درجه الحراره على 33 اعمل كده بالجوانت عشان بقى فاهميني هعمل اظبط درجه الحراره على 33 الاسبوع الاولاني 31 الاسبوع الثاني 30 الاسبوع الثالث 29 28 الاسبوع الرابع دي درجات الحراره المظبوطه تقول لي بقى درجه الحراره دكتور في اول اسبوع مش جايه معاها 33 اتصرف حاطط لمبه حط الثانيه حط الثالثه سبونج بوب هناك هو بيسلم عليكم يا حبايب قلبي تحط الرابعه بص كده شغل دفايه تتصرف تشغل شعله المهم انك تدفي مكان وتخلي حرارته دي لان طول ما الكتاكيت لمين على بعض هيموتوا منك لا محاله هيموت فانت كده بين حياه وموت بين الكتاكيت بتاعتك والكتاكيت النهارده غالي واتفقت معاك من البدايه انا عاوز اطلع لك وزن 2 كيلو وربع باقل كميه علف باقل مصاريف ادويه باقل تكلفه باقل نافق يوم انت في الاخر يقول لك ده كيلو علف ب 30 جنيه ده طن علف ب 30000 جنيه ما يفرقش معاك بقى الكلام ده انت يا باشا اقل تكلفه عندك كسبان كسبان باذن الله يا حبيب قلبي يبقى درجه مهمة جدا، تاني حاجة عدد العلافات وعدد المسائي وده خطأ، واحد جايب 100 فرخة حاطط لهم علافتين وسقايتين، أكبر غلط، أنت العلافات والمسائي كتر في العلافات والمسائي، طول ما أنت بتكتر ده بيدي الفرخ سهولة إنه ياكل ويشرب فبالتالي تلاقي تجانس، بص كده عندي الفراخ نايمة أهي من غير ما أهش ولا أعمل دوش، بص كده تجانس في الأوزان، الأوزان كلها قد بعضها، مفيش فرخة سردة، تعالى كده مفيش فرخة سردة الفراخ كلها ما فيهمش الفرخه صغيره او الفراخ سرده يبقى انا كده شغل دماغي يبقى انا كده شغال صح عدد العلافات وعدد المسائي بيفرق معاك في تجانس الاوزان والفراخ السرده بيقللها عندك يبقى رقم ثلاثه هي التهويه بقى نيجي على التهويه بما انك في الشتاء بتخنق الدنيا وتقفل عشان تقول انا عاوز ادفي يبقى انا حباب قلبي من عمر يوم لحد ربع يوم ما بهويش نهائي وانا بفتح الباب اخش واطلع من عند الفراخ بهوي الباب وهو بيتفتح وبيتقفل بدخل شويه هواء بكفي الكتاكيت بعد عمر اسبوع ببدا بقى افتح وجه ابلي لحد عمر 15 يوم شغله كله من شباك ابلي بعد عمر 15 يوم افتح شباك بحري بقى بنسب بسيطه جدا الفراخ اللي قدام منك دي 31 يوم شايف انا مش فاتح الشباك دايركت مباشره بص سايب حته صغننه خالص هي اللي متهوي وعمر 31 يوم ده اللي انا عاوز اوصله لك حبيب قلبي انا عاوزك توصل لاعلى نتائج باقل التكاليف دكتور محمد في ظهرك انا معاك خطوه بخطوه هبيع الفراخ ديت وهنجيب كتاكيت عمر يوم هنقلب بص يا جماعه احنا نقلب الكومنت ده عشان الصباع ده مزعلنا، الصباع ده اتقطع فاهمني؟ متجونت ومبهدلنا، نقلب الجونت احسن. حباب قلبي انا في ظهرك يوم بيوم هجيب لك دور كتاكيت لسه صغننه خالص نربها مع بعض من عمر يوم لحد البيع عشان نوصل لاعلى نتائج واعلمك بقى الناس اللي لسه جايه جديد وبتسمع الفيديو ده جديد، دكتور محمد ده ان شاء الله هيبقى في ظهرك خطوه بخطوه باذن الله، بس في البدايه يا ريت كلنا كده بالصلاه على النبي كده نصلي على حبيب وننزل في الكومنتات نصلي على النبي. رابع حاجه خلي بالي منها هي الفرشه، ناس كتيره جدا بص الفرشه
ناس كتيره جدا تقول لك يا دكتور انا بشيل الفرشه واحط فرشه جديده، انت كده بتنشط امراض، كده بتبهدل الدنيا عندك، انت بتجيب شويه تبن وتحطهم على التبن القديم، الحته دي زادت فيها نسبه رطوبه انا اعتبر دول شويه تبن او شويه نشاره بحطهم كده وافردهم على القديم، لكن ما بشيلش واحط تبن جديد. ده اكبر غلط ممكن تعمله، اكبر غلط. وركز في الكلام اللي بقوله، لو انا مثلا غصب عني وانا بحط السقايه دي للفراخ بتاعتي اتقلبت مني على الارض، بشيل الحته اللي عامت ميه بس وارش حبه جير وبعدين افرش تبني تاني، لكن ما بغيرش الفرشه كلها. ده كده حاجه مهمه جدا وخطيره. انا عارف دماغك دلوقتي، الناس اللي لسه جديده ما تعرفش دكتور محمد بقى، ايه دكتور الخط ده؟ هما دول يعني ولاد ادم ودول ولاد حواء ولا في ايه يا دكتور؟ بص يا حبيب قلبي، دول في اول فيديو قلت لك دي شغال عليها بمجموعه اورجانيك وبعشاب طبيعيه عشان نوصل لاوزان الجميله دي، وشغال عليهم بمجموعه الاورجانيك اللي انت شايفها دي. المجموعه دي انا اتكلمت عليها من شهر كده، ناس يا دكتور بتعمل دعايه، يا دكتور بتسوى، يا دكتور بلاش بقى الانفاق، كله دعايه في الفاضي. ناس كتير قالت الكلام ده، قلت لك لا، علشان المصداقيه ونكون قدام ربنا احنا وفينا بيكم ويكونوا قد الثقه بتاعتكم فينا، احنا داخلين على 250,000 متابع. انزل يلا وكون ناس من الجمهور العزيز على قلبي ده يا جماعه، بيكم بنستمر. جبت لك الحاجه قلت لك اشتريها، ناس كتيره في الكومنتات يا دكتور حلو، وناس قالت وحش. لا انا قلت لك هجيب بقى فراخ والميه تكدب غطاس زي ما بقول، ودي الفراخ قدام منك والميزان قدام منك، ودي المجموعه اللي انا شغال عليها ببرنامج الجاني. فين بقى الناس كانت بتقول يا دكتور بتعمل دعايه، يا دكتور شغلك كله في الفاضي، فين بقى؟ انا على قد ما اقدر بحاول اكون ثقه بينه وبين جمهور العزيز. انا عارف ان ده هيوفر معاك في علف، فرخه 2 كيلو وربع واكله 3 كيلو علف، فده مكسب ممتاز جدا ليك. ده زائد ان انا قللت تكاليف الادويه، يبقى الدنيا سهله، الدنيا بسيطه. لو انت عاوز مجموعه الاورجانيك دي ده اختياري بالنسبه لك، بس المجموعه دي انا كنت شغال عليها بمجموعه الاورجانيك وبسم الله ما شاء الله، انا حاجه روعه. لو انت محتاج المجموعه ديت هسيب لك ارقام بتاعتهم في اول كومنت، انزل اول كومنت قول لهم انا عايز المجموعه وجاي من طرف دكتور محمد، يعملوا لك شحن مجاني، يدوك علبه صغيره هديه، يبقى انت مستفاد في الاول وفي النهايه. وناس كتيره كانت بتخش لي على الخاص، دكتور محمد الشغل ده عايزين نجربه، دكتور محمد ايه رايك في العلف السايل، دكتور محمد مجموعه الاورجانيك نصب وكدب ولا شغل ممتاز؟ قلت لك لا، اعمل لك بقى تجربه واثبت لك الشغل ده. فاتمنى ان اكون قد المصداقيه بتاعتكم وقد الثقه بتاعتكم فيا. حباب قلبي بيكم بنستمر، وانتوا اللي بتدينا امل ان احنا نكمل. السر كمان الاخير بقى اللي هيدي معاك اوزان عاليه هو الاهتمام يا حبيب قلبي. فرخه التسمين هتجيبها مش مجرد فرخه تجيبه ترميه في الارض، لا، فرخه التسمين هتجيبها مجرد فرخه محتاجه منك كل يوم 10 دقائق الصبح و10 دقائق بالليل، نص ساعه الصبح ونص ساعه بالليل، مش عاوز منك اكتر من كده. نص ساعه ما تحطش الميه والعلف وتطلع تجري تشوف وراك ايه، لا، حط الميه علف، وانا بروح جايب الجردل ده الجميل ده واروح حاطه كده وقاعد. يعني انا بعد ما احط العلف والاكل بقعد اتفرج على الفراخ، اشوف في فراخ عندها سلات، الفراخ في حاجه غريبه في الفسيولوجي بتاعها، في صعوبه انها توصل للعلف، في فراخ بتتخانق وهي بتوصل للعلف، اتابع الفراخ بتاعتي اشوف حركتها، في حيويه في نشاط ولا ايه الدنيا؟ يبقى تقعد مع فراخك 10 دقائق الصبح و10 دقائق بالليل، تشوف الدنيا ماشيه ازاي، هتاخد خبره، تشوف لون البراز غريب، مش تستنى بقى لما الفراخ تتعدم وتبدا تموت ويبدا يحصل براز احمر، معنى ان الفراخ فيها براز احمر معنى كده ان دي حاله متقدمه من الامراض المعويه، تيجي بقى تقول يا دكتور الحقني، لا انا مش عايزين نوصل لكده، انا عاوز من بر الامان، عاوز من اقل حاجه اكون انا في بر الامان زي ما بقولوا. اعمل لك برنامج اعشاب وشغل ممتاز جدا، اتمنى انك تستفاد منه، واتمنى ان الفيديو النهارده اكون قدرت افيدك بمعلومه جديده. دكتور محمد في ظهرك واحده واحده، وان شاء الله هنبيع الفراخ ديت ونجيب فراخ عمر يوم نصور بها كل يوم فيديو مع بعض، التربيه بقى من البدايه للنهايه في الشتاء عامله ازاي وظروفها ايه. اتمنى من كل قلب انك تدعي دعوه من قلبك وتعمل لايك جميل للفيديو وتنزل تشترك معايا في القناه وتدعي دعوه من قلبك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.